اوكي، اخر ليش اشي عملناه المحاضرة الماضية كويك ريبر كان تبعه؟ انه سجلنا purchase order، هلا بدنا نسجل receive item. يعني احنا عملنا ال purchase order، طلبنا البضاعة وحكينا انه احنا عندنا two options. اذا لما احنا نسلم البضاعة، يا يعني بنسلم البضاعة وبنصدر فاتورة بنفس اللحظة، يا يعني انه احنا بنقدر بس نسلم البضاعة ويزيد الجرد تبعنا طبعا من الانفنتوري، لكن later on بنقدر نصدر فاتورة against هذا الانفنتوري اللي احنا استلمنا. فبرز خليني اعمل لكم شير سكرين لاذكركم بالستبس. اوكي، زي ما انتم ملاحظين احنا اول اشي بنعمله purchase order، يعني بنطلب طلبية البضاعة اللي احنا بدنا اياها. طبعا زي ما اتفقنا ال purchase order انت لسه عم تطلب البضاعة، لا وصلتك ولا زاد الانفنتوري تبعك ولا صار عليك اي ديمام، لسه انت ما عملت شيء، بس انت طلبت البضاعة. اوكي، هلا بعديها لما تسلم البضاعة بتعمل اشي اسمه receive inventory. لما توصلك البضاعة بتعمل اشي عندك اسمه receive inventory. هلا receive inventory له two options. اول option انك انت تسجل الانفنتوري تستقبلها يعني وتدخل عندك على المخازن، وبنفس الوقت تصدر فاتورة فيها للفندر، بنفس الوقت تصدر فاتورة فيها. اوكي، يعني تثبت انه انت صار عليك ذمم لهذا الفندر. الخيار الثاني انك انت تصدرها بدون فاتورة، فقط بزيد عندك جرد البضاعة لكن ما بيثبت عندك انك انت صار عليك ذمم لهذا الفندر. اذا انت اخترت الخيار الثاني انه receive inventory without bill، لحظة بالله. الو، اهلا، هلا سيد الفارس، الله يسعدك يا رب. طيب اوكي، غريب، انا اصلا هلا عندي محاضرة، بعثت لك اياه اوريدي تكست مسج من الصبح. لا بعثت لك اياه خلص. انا صراحة جربت مع 3 طلاب بس. يا ريت تخبرني، بس انا هلا بمحاضرة، يعني if you text me بكون افضل. يا ريت. اوكي، مع شكرا، باي باي. طيب شباب، صحيح ذكروني بعد المحاضرة احكي لكم عشان التجديد، اللي لسه ما عمل تمديد للترايل تبعيته، هي صاحب الشركة اصلا كان يحكي معي، ذكروني عشان اقول لكم كيف تجددوا. طيب شو كنت احكي؟ انه الريسيف ايتم اذا انت عملته without bill، انت later on تقدر تعمل bill against inventory previously received. اوكي، فانت هدول الستبس اللي بتقدر تمشي فيهم. في حدا عندنا بالويتنج روم؟ اوكي، المرة الماضية احنا سجلنا purchase order اذا تتذكروا، اظن سجلنا 2 حتى. هاي المرة راح نبلش نسجل receive item، راح نسجل receive item يعني وصلتنا البضاعة وبدنا نسجلها. راح نجرب مرة نسجل without bill ومرة مع bill. اوكي، هذا كله عملناه الكويك ريبورت تبع الايتمز. هلا receiving items انا هلا عندي سلايد 31. بعدين يا شباب، مش احنا حكينا تيجوا على الوقت؟ خلينا نسجل receive item، كليك على receive inventory، اختار لي الخيار الثاني اللي هو without bill. without bill اوكي، اعمل كليك على receive inventory او اعمل كليك على السهم، هذا يطلع لك الخيارين، اختار اللي without bill. اوكي، هلا الايتم اللي احنا استلمناهم اللي هم الايتم اللي من snow stuff اللي احنا اذا بتتذكروا سجلنا فيها، سجلنا فيها purchase order. مجرد ما انا كتبت اسم snow stuff، لاحظ هو شو راح يحكي لي. راح احط snow stuff هون ولاحظ شو بيحكي لي. مسج بيحكي لي open purchase order exists for this vendor، يعني بيسالني قاعد انه انت افتح لك ال purchase order اللي انت already مسجلهم على هذا الفندر، بتقول له يس.
شو بيعمل؟ بيفتح لك ايش البيرتشيز اوردر عشان انت تعمل لهم ريسيف، ما انت اوريدي مسجلهم بالبيرتشيز اوردر، ما في داعي ترد تسجلهم مره ثانيه هون، بس تفتح البيرتشيز اوردر رح يطلع عندك. طبعا سنو ستاف ما عندهم الا بيرتشيز اوردر واحد، اذا انت عندك اكثر من واحد ميك شور تكليك الصح، اوكي؟ اذا انت عندك اكثر من واحد ميك شور انه تكليك البيرتشيز اوردر الصحيح اللي انت بدك اياه. احنا ما عندنا الا واحد اللي هو ب 16/1/2015، بعمل اوكي بليز عدلوا لي التاريخ هون، حطوا 18/1/2015 انه امتى انا استلمت البضاعه. اوكي 18/1/2015. اوكي لاحظ انا بس عملت هيك شو طلع عندي، بس حكيت له يس افتح لي البيرتشيز اوردر، فتح لي الايتمز شو هم اللي انا كنت مسجليتهم بالبيرتشيز اوردر اللي انا اصلا ناوي اشتريهم من سنو ستاف. كنا احنا مسجلين سليت 3 وتوباغانز هذا اللي احنا مش عارفين شو هو 2، كان الايتش كانوا $50 السليت والتوباغان كانوا ب 110 بالضبط زي ما انا مسجلتهم بالبيرتشيز اوردر. هلا الميمو طال على حالها ريسيفد ايتمز بالتوبولو. ليش بالتوبولو؟ لاني انا اخترت خيار اني اعمل received item without able، received item without able. بتشيك على الفاتوره تبعيتك، سوري بتشيك على الايتم ريسيت تبعيتك اذا الامور تمام، اذا اوكي انت استلمت هاي البضاعه زي ما هي، ما تغير اشي، ما وصلتكيش كميه اقل، ما تعدل عليها، خلص بشيك عليها وبعمل save and close. بعمل save and close، بس اظن في رقم هون للريفرنس، كان معطيني رقم ولا لا؟ لا مش معطيني رقم. طيب خلص اعملوا سيف اند كلوز. هيك يا شباب انا شو بكون اثبتت؟ بكون اثبتت اني استلمت البضاعه والانفنتوري تبعي زاد، لكن ما بكون اصدرت فاتوره وسجلت الذمه على علي للفندر. اوكي ما بكون اصدرت فاتوره، ميزوا الفرق بيناتهم. اوكي هلا اذا انا بعدين طيب اذا انا بدي بعدين later on شيكت على البضاعة اموري تمام، البضاعة اللي وصلتني مزبوطة زي ما هي، خلاص انا شيكت عليها تأكدت انه المواصفات مطابقة شو ما كان، يعني في عدة اسباب ليش انا ما بصدر فاتورة بنفس اللحظة، يمكن لأتأكد من البضاعة، اتأكد انها شغالة، اتأكد انه ما فيها عيوب مصنعية، اتأكد من الكوانتيتي خاصة اذا انا مستلمي كميات كبيرة وبدي اجردها. في عندي عدة أسباب ليش أنا ما بصدر فاتورة بنفس الوقت. هلأ إذا later on أنا شيكت البضاعة وخلص، هلأ بدي أصدر فاتورة مقابل البضاعة اللي أنا استلمتها، بروح على خيار Enter Bills Against Inventory. Enter Bills Against Inventory مجرد ما أنت حطيت اسم الفندر اللي هو Snow Stuff فوق، أوكي رح تطلع لك كل الايتمز ريسيفد اللي مش طالع فيها فاتوره لحد هلا، كل الايتمز ريسيفد. طبعا انا هذا الفندر ما عندي منه الا 1 ريسيف ايتم، يعني انا مش مستلمه منه الا هاي اللي سجلتها قبل شوي اللي هي ب 18/1. بعمل عليها كليك، اذا عندي اكثر من وحده ميك شور انك تعمل كليك على الخيار الصح واعمل اوكي. شوف شو راح يصير عندك، راح تحول عندك لبل، راح يتحول عندك لبل. اوكي راح تفتح عندك شاشه بالضبط زي شاشه انتربل. اتاكد انه التاريخ عندك مزبوط، حط الريفرنس نمبر 97، الاماونت 370 ظاهر عندي، الكريدت تيرمز خليهم زي ما هم اللي هم الديفولت تبعون هذا سنو ستاف، احنا بناخذ 2% ديسكاونت اذا دفعنا within 10 days. بتاكد من فاتورتك واعمل سيف اند كلوز. Okay, you have changed the transaction. Do you want to record it? Yes. Okay. هيك أنا فعلياً بكون طلبت البضاعة وصلتني ودخلتها على المخازن وعملت فيها فاتورة. هون بكون خلصت كل steps اللي أنا محتاجيتهم. بكون خلصت كل steps اللي أنا محتاجيتهم. الفاتورة اللي عملناها هلأ والitems اللي إحنا استلمناهم فعلياً كان استلمنا طلبنا purchase order واستلمنا in full. اوكي طلبنا بيرتشيز اوردر واستلمناه ان فول. هلا احنا مو شرط انه احنا نستلم البيرتشيز اوردر ان فول، يمكن احنا يوصلنا ناقص
او احنا فعليا ما عندهوش كل هذا الستوك. حكى لي راح بدل ما ابعث لك 3 سليتس راح ابعث لك بس واحده. في عندي عده سيناريوهات، ممكن انا ما استلم بالضبط البضاعه زي ما انا طالبيتها، ممكن ما استلم البضاعه زي ما انا طالبيتها. خلينا نشوف شو احنا بنقدر نعمل لما انا ما يكون عندي البيرتشيز اوردر اللي طلبته ما وصلني كامل زي ما انا بدي اياه، كان في تعديل او في كان ادجستمنت على البيرتشيز اوردر اللي انا طلبته. اذا بتتذكروا احنا كنا عاملين بيرتشيز اوردر ثاني غير تبع سنو ستاف، كنا عاملين بيرتشيز اوردر لافندر كان اسمه كلوث انكوربريشن، اظن كنا مشترين منه جلوفز او شيء زي هيك، اوكي طالبين منه جلوفز. خلينا نروح نعمل ريسيف ايتم، بس هاي المره راح نعمله ويد بيل يعني مباشره ريسيف ايتم، بس اختاروا لي الخيار الاولاني اللي هو ويد بيل، اوكي عشان ما نعمل تو ستيبس راح نعملهم مره واحده. حطوا لي التاريخ 19/1/2015 وحط لي الفندر اللي اسمه كلود كوربوريشن، اوكي مجرد ما حطيت اسم كلود كور بعدين لاحظ يا شباب لاني حكيت له ويد بيل مباشرة فتح لي شاشة البل، ما فتح لي شاشة اسمها ريسيف ايتم بعدين انا رحت عملت بل، لاني انا مختارة خيار ويد بل. اوكي هلا حكي لي بدك افتح الاوبن بيرتشيز اوردر فور ذس فيندر، بقول له يس. ما عنديش انا الا هذا البيرتشيز اوردر اللي هو رقم 2 اللي هو كان ب 16/1، اعمل عليه اختاره واعمل اوكي. راح تفتح عندك الفاتورة هيها اللي هي gloves، احنا كنا طالبين gloves بقيمة 25/1 بقيمة $15. ما تسيب بليز لسه لانه احنا حكينا في عندي partial receipt of items. انا فعليا كنت طالبة بهاي الفاتورة بهذا ال purchase order كنت طالبة 25 quantity، لكن لما انا اجتني البضاعة مش بعتين لي الا 20، هم مخربطين هم ما عندهم ما بهمني، المهم انا ما استلمتش الا 20، بصير اضلني مسجله بالفاتوره اني انا استلمت 25؟ اكيد لا. شو بعمل؟ بروح بغير الرقم بدل ما هو 25 بعمله 20 واعمل تاب، بتغير توتال الفاتوره ل 300 بدل الرقم اللي كان قبل اللي هو 375، وبعدين بعمل سيف اند كلوز. اوكي في حدا مش ملحق معي؟ بس غيروا الكوانتيتي بعد ما انتم حطيتوا التاريخ 19/1/2015، روحوا غيروا الكوانتيتي اللي طلعت عندكم ل 20 بدل 25 بصير توتال الفاتوره 300، واعمل لي سيف اند كلوز. اوكي اعمل لي سيف اند كلوز. طيب هلا بدي اورجيكم شو البيرتشيز اوردر اللي انا عملته شو صار فيه، بس انا هلا السلايد اذا راح تلاحظوا بده ياني اعمل سيرش من خلال هون واروح اغير والكومباني بريفرنسز ومش عارف شو. انا صراحه ما بدي اعلمك هاي الطريقه بالسيرش، انا علمتك اذا انت بدك تفوت على اي ترانزاكشن موجود عندك شو بتعمل. اصلا اسهل طريقه بما انه احنا ما عندنا ترانزاكشن كتير، انه انا اذا بدي اروح على بيرتشيز اوردر سابق مثلا بفتح عليه وبعمل باك. بس اصلا اذا بتتذكروا انا معلمتكم على فايند اللي هي هيها فايند، يعني اذا انت عندك كتير بيرتشيز اوردر وما بدك تضلك تعمل باك انت من فايند تقدر تفوت. احنا اذا تتذكروا قبل هيك عملنا سيرش على انفويس، طب انا ما بدي اعمل سيرش على انفويس، بدي اعمل سيرش على بيرتشيز اوردر، بدي البيرتشيز اوردر اللي من فندر اسمه كلوث كوربوريشن هذا اللي اشتغلناه هلا، بختار اسمه وبعمل فايند. لو انا عندي 10 منه راح يطلع لي كل البيرتشيز اوردر تبعيت كلوث كوربوريشن. اوكي حتى لو اجيت انا حكيت له الديت مش عارفه مين الفندر، انا بخلي الفندر فاضي بس حكيت له طلع لي الديت او حكيت له طلع لي الاماونت. اوكي متذكرين لما عملنا سيرش قبل مره بس كنا احنا نعمل سيرش على الانفويس؟ نفس الشيء بدك تدور على بيل، بدك تدور على سيلز ريسيت، بدك تدور على كريدت ميمو، بدك تدور على تشيك، بدك تدور على سيلز اوردر، على قيد، على شو ما بدك تدور بتقدر تدور من فاين. فانا ما بدي اعلمك على هاي الطريقه اللي هو لانها انا شايفتها انها ما إلها داعي. اوريدي انت بتقدر تدور على اي ترانزاكشن زي ما علمتك قبل، ايديت وفايند، تروح بتختار شو نوع الترانزاكشن بدك اياه وبتحط اي معلومه تساعدك هون. حتى انا لو ما حطيت ولا معلومه بس قلت له طلع لي كل البيرتشيز اوردرز اللي بالشركه طلع لي اياهم، هلا باجي بطلع انا بدي تبعيتي كلود كوربوريشن، يلا دبل كليك وبفوت عليها. اوكي
يعني ما في داعي أنا أعلمك على الطريقة اللي هو كاتبها هون. فعشان هيك هاي اللي مطلوب منك بالسلايد 40 كيف تو سيت السيرش بريفرنسز أنا ما بدي إياها، خليك على فايند اللي أنا شايفيتها مور كونفينينت وأفضل. أوكي طيب، هو عمل كل هذا السيرش فعليا عشان بالآخر طلع قد إيه القصة يعني ما لهاش داعي، وعمل كل هذا السيرش عشان بالآخر يوصل للبيرتشيز أوردر تبع سنو ستاف. اوكي احنا هينا فاتحين عليه، انا راح ارجع اسكر وافوت مره ثانيه عشان اورجيك هاي اديت. انا اصلا لو رحت على البيرتشيز اوردر وعملت باك انا ما عنديش الا تو بيرتشيز اوردر، بس بدي امشي معك على انه عندي كتير ترانزاكشنز. هاي فايند وفتت من اديت على فايند واخترت بيرتشيز اوردرز وعملت فايند، طلع لي كل البيرتشيز اوردرز اللي عندي بالشركه. اوكي تبع سنو ستاف طلع، اذا بفتح عليه شو حاكي لي؟ ريسيفد ان فول. received in full ايش يعني؟ يعني هذا البيرتشيز اوردر اللي انا طلبته استلمته كله كامل وكله ما تعدى الاشي على الكوانتيتي، يعني مش زي ما صار عندي بالجلوفز انا طلبت 3 سليدز وتنتين توباغانز انا وصلوني زي ما هم، عشان هيك كاتب لي received in full. اوكي راح اسكر هاي واورجيك الثانيه اللي هي تبعيه كلود كوربوريشن. طبعا وشو كمان بدي اياك تلاحظ شغله هون، شو مكتوب لي؟ closed يعني هذا البيرتشيز اوردر خلص تسكر، received in full وتفوتر والى اخره اموره تمام، فهذا closed. راح اورجيك هلا شو صاير معي بالبيرتشيز اوردر تبع كلود كوربوريشن اللي هي كانت احنا ما استلمنا الايتمز in full، احنا فعليا استلمنا جزء من الايتمز. راح اسكر هاي افتح لك على كلود كوربوريشن. اذا انت ملاحظ Close Corporation الـ Purchase Order تبعهم ما مش كاتب لي إنه Received in Full، لسه مفتوح. كيف عرفت إنه لسه مفتوح ما تسكر؟ لأنه ما في عندي صح على كلمة Close، ما عندي صح على كلمة Close، طلع فاضية. أوكي عشان هيك أنا بعرف إنه أنا ما استلمت هذا الـ Purchase Order in Full، استيل أنا بقدر أسكر هذا الـ Purchase Order إذا أنا خلص مش رح أرجع أخذ الـ Backward الباك اوردر المقصود فيها قديش ضايل استلم. انا كنت طالبه 25 وصلني 20، الباك اوردر قديه ضايل لي. اوكي هلا اذا انا ما راح ارد اخذ هدول الخمس جلوفز من شركه كلود، انا ما بدي اياهم او هم ما عندهم او لاي سبب، انا اي كود كلوز هذا البيرتشيز اوردر باني احط تك على كلمه كلوز، طلع بس احط تك على كلمه كلوز الباك اوردر بتحول لزيرو خلص it's no longer five anymore. برجع بشيل التك وبورجيك شو صار، كانت خمسة الباك اوردر يعني اللي ضايل اللي عندهم المفروض، وانا كانت هاي البيرتشيز اوردر لسه مفتوحة ما تسكرت. اذا حطيت تك انه خلص انا ما بدي الخمس جلوفز هدول، سكرت البيرتشيز اوردر، بحط تك بس هون والباك اوردر بتصير زيرو وبعمل سيف اند كلوز. في حدا مش متبع معي؟ اعيدها، هاي برجع بحكي لك، كانت مفتوحة عندي بعمل تك تحول الباك اوردر لزيرو بعمل سيف اند كلوز. يو هاف تشينج ذا ترانزاكشن يس اي ونت تو سيف ات. اوكي فهذا الفرق بين اني انا استلم البيرتشيز اوردر استلم البضاعة ان فول ولا استلم جزء من البضاعة. اذا استلمت جزء من البضاعة وليتر اون رح ارد استلم كمان جزء عادي، انا بقدر اسجل ريسيف ايتم مرة ثانية اتس نوت ا بيج ديل. اوكي لكن اذا انا ما راح استلمهم خلاص بروح بسكر البيرتشيز اوردر، ما في داعي اخليه مفتوح عندي. اوكي حدا عنده سؤال يا شباب؟ حدا عنده سؤال لحد هون؟ لحظه بالله. الو 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 طيب بليز بلشوا اشتغلوا بالترانزاكشن اللي بعده قبل ما ارجع لكم، بس 1 مينت.
سوري يا شباب، بس كنت ناسي على برنامج. بلشت تعملوا في هذا الكونت اب، كيف صار معكم؟ بلشت تعملوا في ترانز اكشن ولا ابلش من اول وجديد؟ عندي شعور انكم مش سامعيني ولا نايمين. لا دكتور سامعيني. سامعيني؟ طيب اوكي، فكرت لما رحت ورجعت غفيته. طيب خليني اسكر هاي ونبلش. طبعا احنا هل يعني في كثير اشياء، يعني مثلا الريسيف انفنتوري وهاي جديده عليكم، لكن هلا في اشياء عم ناخذها زي الكريدت ميمو، مش المفروض انها جديده عليكم. في حدا متذكر اذا بدي اعمل كريدت من بل؟ يعني انا عندي من لافندر بدي اعمل كريدت، اوكي، بدي زي ارجع بضاعه لافندر، ايش بقدر اعمل؟ من وين كنت اجيب الكريدت تبعيت البل؟ افوت على انت البل واختار خيار كريدت، اوكي. ما تنسوا انه ما الها شاشه لحالها، يعني الانفويس الريفند والكريدت الها شاشه لحالها. البيل لما انا بدي ارجع لفندر، مش الكست، بدي ارجع هون الكرييت انفويس لما اعمل لكاستمر انفويس وبعدين الكاستمر يرجع لي بضاعه بعمل ريفند اند كريدت، الها ايكون لحالها. البيل لما انا اشتري بضاعه، او حتى متذكرين لما اشترينا فاكس بيبر قبل هيك سبلايز او وات ايفر، لما انا اشتري إذا بدي أرجع زي لما رجعنا فاكس بيبرز قبل هيك رجعناهم من الأوفيس سبلايز، أو حتى لما أنا أشتري بضاعة وبدي أرجع، ما تنسوا إن الكريدت موجودة على نفس الشاشة اللي هو هون أنا بعمل بل. إذا أنا بغير الخيار اللي فوق لكريدت بصير مرتجع، أوكي، بصير مرتجع. ففوتوا لي على شاشة انتر بل واختاروا خيار كريدت، أوكي. بدنا نرجع لسنو ستاف اللي احنا اشترينا من عندهم 3 سليدز اذا متذكرين، في واحدة من السليدز فيها مشكلة ومش عاجبتنا بدنا نرجعها. فبحط الفندر اللي هو سنو ستاف، مش سنو سبورت، سنو ستاف الثاني، اوكي. التاريخ 21/1 2015، الريفرنس نمبر 9912، اوكي. الكريدت اماونت $50 اللي هو اظن كان سعر السلد الوحده. بعدين روح لي على ايتم تحت. متذكرين لما احنا كنت احكي لكم لما شرحت لكم وقت السيرفيس كومباني، كنت احكي لكم هذا الاكسبنس لما انا ادفع فواتير كهرباء ومي اشتري سبلايز، كنا نروح نسجل الاكسبنس هون. لاحظ ان انا بختار طلع عندي الشارت اوف اكاونت، بيطلع عندي حسابات المصاريف، اوكي. لكن باي ديفولت انا بشركات الميرشندايز لما اجي اعمل كريدت راح يفتح لي على الايتم على اساس انا برجع بضاعه، الايتمز لما انا اشتري بضاعه او ارجع بضاعه. يعني انا اذا كانت محطوطه على بل، اذا كان على اكسبنس معناته انا راح ادفع مصاريف كهرباء مي سبلايز، اذا محطوطه على ايتمز معناته انا بدي اشتري بضاعه. نفس الشيء الكريدت، اذا محطوطه على اكسبنس انا عندي هون اكسبنس معناته انا في عندي مرتجع مثلا له علاقه بالسبلايز او هيك، اذا انا محطوطه على ايتمز معناته انا بدي ارجع من بضاعه انا مشتريتها، اوكي. ما بعرف يعني حمزه اتس نوت اكسبتبل تيجي على المحاضره متاخر نص ساعه، اوكي. فاذا بدي ارجع بضاعه برجع بضاعه، بليز ميك شور، يعني مش اذا انت كنت تدخل اللي كانت محطوطه على اكسبنس وتيجي بدك تطبع سليدز مش راح تطلع معك. ما يعني ما تفكر انها مش معرفه بس لانك انت حاطه على اكسبنس، والاكسبنس راح تفتح لك الشارت اوف اكاونتس مش راح تفتح لك الايتمز. اذا انت بدك الايتمز لازم تكون حاطط على الايتمز، اوكي. بس انتبهوا انه في عندي خيارين، يا المصاريف يا الايتمز. فانا فعليا قاعده بدي ارجع بضاعه فلازم اكون حاطه على الايتمز. راح ارجع الايتم اللي اسمه سليد، اوكي. الكوانتيتي اللي انا بدي ارجعها 1، الكوست خليها 50، اوكي. في شيء ثاني بدي ادخله؟ لا خلص، اذا اوكي 50 اعمل سيف اند كلوز.
هيك أنا بكون رجعت من اللي اشتريتهم من سنو ستاف، بكون رجعت واحدة من السلدز ما كانت عاجبتني لسبب أو لآخر. أوكي، لو هلأ بدي أروح أشيك على رصيد الانفنتوري تبعي من السلدز، كانت السلدز زادت 3 وبتكون ردت نقصت 1 عندي. أوكي واضح يا شباب؟ حدا عنده سؤال لحد هلأ؟ إذا إحنا بدنا نعمل مشتريات من خلال كريدت كارد للشركة، يعني افرض إنه الشركة في عندها كريدت كارد تستخدمها لغايات البزنس تبعيتها، أوكي؟ يعني مش كريدت كارد بيرسونال، كريدت كارد لغايات الشركة، ومعرفة عندي إنها هاي الكريدت كارد لغايات الشركة. وبعدين انا رحت دفعت مصاريف على هاي الكريدت كارد، انا لازم اسجلهم هدول المصاريف اللي انا دفعتهم، بسجلهم من خلال شاشه جديده يعني انتم مش متعودين عليها، اسمها انتر كريدت كارد تشارجز. انتر كريدت كارد تشارجز موجوده بالبانكينج، انتر كريدت كارد تشارجز موجوده بالبانكينج. اوكي، فاحنا بدنا نروح نسجل مشتريات على كريدت كارد الشركه لفاكس بيبرز بقيمة 21.98. فوت لي على انتر كريدت كارد تشارجز من بانكينج. اوكي، بس تفتح عليها لاحظ انه راح يكون الديفولت تبعك اللي هي الكريدت كارد تبعيتك اللي هي مخزنة، هي كريدت كارد فيزا ومعلوماتها مخزنة عندك على السيستم. لو مش معرفة عندك انت بتروح بتعرفها بالسيتنج تبعيت الشركة. اوكي، لكن هي اوريدي معرفه عنا، خليها زي ما هي كديفولت اللي هي فيزا 2100 رقمها، التاريخ خليه 21/1/2015. راح اشتريها من شركه اسمها سييرا اوفيس سبلايز، هيها سييرا اوفيس سبلايز. اعمل لي اوكي على موضوع الاوتستاندينج. اوكي، هلا هو كان حاكي لي اني راح اشتري فاكس بيبرز، بس الفاكس بيبرز انا بدي اياهم تو هاف اون هاند. ليش هاي الجمله بتهمني؟ لانهم تو هاف اون هاند معناته راح اسجلهم على الاسيت، راح اسجلهم على السبلايز الاسيت. اذا فور ايميديت يوز احنا اتفقنا انه البرنامج بيحكي لك سجلهم اكسبنس. اوكي، سجلهم سبلايز اكسبنس. هو حاكي لك تو هاف اون هاند قصده انه هدول راح يكونوا على حساب الاسيت وليس على حساب supplies expense لأنهم not for immediate use. اوكي، الحساب اللي بدك تسجل عليه الاماونت سوري اللي هو 21.98. اوكي، الميمو سجل لي اياهم بيبر، وروح لي على حساب الاكسبنس تحت بدنا نسجلهم على حساب الاوفيس سبلايز اللي هو بالاذر كرنت اسيت، بالاسيت يعني مش بحساب السبلايز اللي هو الاكسبنس. عشان هيك روح اختار لي حساب السبلايز اللي رقمه 1311. اوكي، هلا لاحظوا انا لو بطبع سبلايز، بس بدي اورجيكم، لو بطبع كلمه سبلايز راح يطلع عندي اوفيس سبلايز بالاسيت اللي نوعها اذر كرنت اسيت، راح يطلع عندي supplies expense اللي هي expense. هاي expense بنحط عليها supplies اللي for immediate use. supplies اللي for اللي to be on hand اللي أنا راح أستخدمها لفترة طويلة من نسجلها على assets زي ما أنتم متعودين، زي ما بتعرفوا حساب supplies إنه asset. عشان هيك إحنا راح نختار هاي اللي هي other current asset نوعها اللي هي office supplies. أوكي، بما إنه القيمة انحطت لحالها لأني حاطتها فوق، بتأكد إنه المعلومات عندي مزبوطة، بتأكد إني معبية الميمو تبعيتي، وبعمل save and close. هيك أنا بكون سجلت إني اشتريت على الكريدت كارد تبعيت الشركة مشتريات اللي هي الفاكس بيبرز أو البيبرز السبلايز بقيمة 21.98. أوكي، طبعا هاي الكريدت كارد يا شباب بتكون معرفه عندك وبتكون مستخدمه لغايات الشركه، بتكون مستخدمه لغايات الشركه. اوكي، حد عنده سؤال لحد هون؟ خلينا ناخذ اخر ترانزاكشن، بعدين بدي اجدد معكم اللايسن تبعيت الناس اللي راح تخلص الترايل تبعيتهم سون.
بس خلينا نعمل آخر transaction وبعدين نخلي آخر 10 minutes للرينيوال تبع الترايل. هلأ طالب مني to assign expense account to vendor. إنه يعني في عندي vendor إيش يعني أصدب to assign expense account to vendor. يعني أنا هذا الفندر دائما بشتري منه office supplies. أوكي يعني افرض أنا قاعد بحكي عن البشيتي أو عن هذه المكتبة شو اسمها نسيت اسمها. أوكي anyway بحكي عن مكتبة بعمان. شو اسمها المكتبة هاي اللي بشارة الجاردن كثير. بحكي عن مكتبة. هلأ هاي المكتبة أنا ما بشتري منها إلا قرطاسية. هذا فندر عندي أوكي زي البشيتي أو whatever. أنا هذا مثلا ما بشتري منه إلا قرطاسية. فأنا بدي أصير دايماً لما أجي أحط اسم الفندر مباشرة يطلع لي اسم الأكاونت اللي مرتبط فيه. بما أني أنا ما بشتري من هاي المكتبة إلا قرطاسية فبدي دائماً حساب الأوفيس سبلايز هو اللي يطلع عندي لما أحط اسم هذا الفندر. أوكي يعني بيسهل علي عملية الريكوردينج وبدل ما كل مرة أتحير أنه على أي حساب أو إذا إجاني محاسب جديد يعني بس يطلع له اسم الحساب مباشرة بيسهل عليه الشغل. I could change it. مش إنه يعني هذا منزل خلص لازم ممنوع تسجل إلا على assigned expense. لكن هو بتطلع لك إياه as suggested. طلع لك إياه as suggested إنه هذا هو الحساب اللي أنت usual use for this vendor. كيف بقدر أربط حساب مع الفندر؟ بروح على ال setting تبعيت الفندر. بروح على الفندر center. روحوا لي على الفندر center. I vendors vendor center. بدنا نربط حساب الغاز اند الكتريك. يعني هدول هم الشركه اللي بيزودونا بالكهرباء. يعني افرض من ضمن الفندرز عندي شركه الكهرباء الاردنيه. انا دائما هدول الشركه مش راح ادفع لهم شيء غير فواتير الكهرباء. فباجي الفندر اللي اسمه شركه الكهرباء الاردنيه بربط معه حساب اسمه electricity expense. اوكي يعني خلص عشان يصير دائما بس احط اسم الفندر شركه الكهرباء الاردنيه رح يطلع لي باي ديفولت اسم الاكسبنس الكتريسيتي اكسبنس. اوكي نفس الشيء هم هون عاملين شركه اللي بتزودهم بالباور اللي هي اسمها ماموث باور. اعمل دبل كليك عليها هيها اول وحده ماموث باور. اوكي اعمل لي عليها دبل كليك تفتح معلومات الشركه. في من ضمن الخيارات شيء اسمه اكاونت سيتنج. احنا دائما كنا نستخدم بس اول تنتين. روحوا لي على الرابعه اللي هي اكاونت setting. اوكي وباي ذا واي انت بتقدر تحدد اكثر من expense. هلا احنا بدنا نحدد الاكسبنس اللي رقمه 6391 اللي هو gas and electric. اوكي ماشي في حدا مش ملحق معي؟ برجع بعيد رحت على الفندر فندر سنتر بعدين دبل كليك على اسم ماموث باور. مجرد ما فتت عليه روح لي على الاكونت سيتنج اختار لي الحساب اللي بالديفولت بدي يصير يطلع عندي اللي هو اسمه غاز اند الكتريك رقمه 6391 واعمل اوكي سيف ماشي. طبعا ليتر اون يو كود تشينج ات. اذا انت بعدين ليتر اون قررت انك تغير عادي يو كود تشينج ات. خلينا هلا تو بيبل يوزنج اسايند اكسبنس اكاونت. يعني خليني اروح اشوف اذا انا بدي اسجل بيل شو بطلع عندي. روح لي على انتر بيل واختار لي اسم الفندر اللي احنا حكينا عنه هلا اللي هو ماموث باور. هو اول واحد انتبه انه في عندك تليفون ووتر فانت اختار تبع الباور. مجرد ما اخترت تبع الباور طبعا احنا مفتوح على الايتم فمش راح يطلع عندك اشي. لكن مجرد ما رحت على الاكسبنس لاحظ شو راح يطلع عندي الحساب اللي انا عملته ديفولت اللي هو غاز اند الكتريك. اوكي لاحظ انه بيطلع عندي كل اشي زي ما انا فعليا لو بدي اسجل الفاتورة بكون مريحني ومطلع لي اسم الحساب جاهز. يعني انا بعرف انه هدول الشركة ما باخد منهم الا باور. اوكي طبعا انا ما بدي اكمل هلأ معك بالترانزاكشن وطالب مني انه اعمل لي ميمورايز بالميمورايز ترانزاكشن بس انا لانه قصة الميمورايز بدها وقت هأجلها للمرة الجاي. أنا بس كنت بدي تعرفوا كيف تعملوا assign لأكاونت. أوكي هذا عندي سؤال بس أنا I need آخر 10 minutes آخر 10 minutes عشان أجدد اللايسن للطلاب. هلأ الطلاب اللي اللايسن تبعيتهم اللي منزلين الترايل من موقع الندى واللايسن تبعيتهم بدها تخلص بليز خليكم ما حدا فيكم يطلع. أوكي
الطلاب اللي مش محتاجين يجددوا او اوريدي جددوا او عندهم الكويك بوكس برنامج عادي مش الترايل يو كود ليف. اوكي يلا اعملوا باك اب يا شباب ما تنسوا بليز، بس مش اللي بدهم يعملوا رينيو، بس الشباب اللي بدهم يطلعوا ما تنسوا تعملوا باك اب. يعطيكم العافيه، سي يو ساندي، انجوي ذا ويكند. طيب انا هاي راح اسكرها هلا. نو no. طيب شباب هلا انتوا تواصلتوا مع شركة الندى عشان تجديد الترايل؟ دكتورة يعطيك العافية، تواصلنا معهم دكتورة لما لحظة بس اعلي الصوت شكله واطي. تفضل، ايش تواصلت معهم؟ تواصلنا معهم لما حكيتين انه تواصلوا معهم يعني بعد المحاضرة اوريدي حكيت معهم، بس محاضرة اول امبارح لما فتحت السيستم طلع لي حكى لي انه انا معي كمان 140 يوم اني استخدم الكويك بوكس لحاله، يعني انا حكوا لي جددوا بعد ما تخلص الفري ترايل، حكوا لي انه الافضل انه انت تجددوا بعد ما تخلص الفري ترايل. هلا الفري ترايل المفروض انها خلصت امبارح او اليوم. لحاله جدد 140 يوم لحاله، اعطاني زي مسج اول ما دخلت هيك اشي وحكى لي انه انت معك كمان 140 يوم انه تستخدم الفري ترايل تبعي. That's weird. طيب هلا انا بس اللي كنت بدي احكي لكم اياه لانه في طلاب تواصلوا معهم ابيرنتلي حسب شو مين الموظف اللي برد عليك بالشات الحكي بيختلف تماما. هلا في طلاب تواصلوا معهم وحكوا لهم انه لازم تنزلوا نسخه 2014 تلغوا النسخه هاي، بليز دون دو ذات اذا طلبوا منكم، لانه الباك اب تبعيتكم رح تبطل تفتح. الباك اب ما بتفتح نسخه قديمه، يعني 2014 ما بيفتح 2020، احنا البرنامج بيفتح نسخ قبل، لكن اذا البرنامج قديم ما بيفتح نسخ احدث. فعشان هيك اذا طلبوا منكم اشطبوا البرنامج اللي عندكم ونزلوا 2014 بليز دونت دو ذات. اوكي هلا انا اليوم انا عم بحكي مع مدير الشركه بس بدي اتاكد منه من اللايسن نمبر بس لانه ما رجع رد لي خبر. انا اليوم على الايميل بس اصلا عشان راح ابعث لكم لايسن نمبر كلياتكم تستخدموها عشان التجديد. طبعا للي ما جدد يعني انت في حالتك اذا انت اوريدي اعطاك 140 يوم خلص فاين، بس انا بحكي بالنسبه للي ما جددوا في ستيبس راح اطلبها منك تعملها وراح اعطيك اللايسن نمبر. يعني بتروح على ستيبس معينه بالهلب منيو، بعدين بتروح على المانج ماي لايسن وكليك تشينج ماي لايسن نمبر وبتحط اللايسن نمبر اللي انا راح ابعث لك اياه بالايميل. وانس انك يو دو ذات اللايسن نمبر اللايسن تبعيتك راح تتجدد كمان 30 يوم، وبعد ما يخلصوا ال 30 يوم بنرد نعمل لينك كمان مره لايسن نمبر جديده كمان يجدد 30 يوم. اوكي اللي بدي انبه عليه بس إن اذا طلبوا منكم انكم تشطبوا الكويك بوكس اللي عندكم النسخه وتنزلوا نسخه 2014 دون دو ذات لانه الباك اب بتبطل تفتح. فانا بس مجرد ما اتاكد من اللايسن نمبر من صاحب الشركه انا راح ابعث لكم الستبس اللي تمشوا فيها شو تعملوا. بتفتحوا الكويك بوكس وبتروحوا على الهلب سنتر وبتفوتوا على رينيو ماي لايسن وبكل سهوله بتقدر تجدد. انا يعني هلا راح اورجيكم كيف تتجدد. هاي بروح على الهلب، بروح على إشي اسمه مانج ماي لايسن، هيها اوكي. وانس انك تفوت على مانج ماي لايسن في عندك إشي اسمه تشينج ماي لايسن نمبر. اوكي طبعا انا ما راح اجدد لانه الاوريدي انا عندي نسخه مش ترايل. بتدخل النمبر اللي انا راح ابعث لك اياه على الايميل هون اوكي، وبتعمل نيكست وخلص تجدد معك اللايسن تبعيتك. اوكي لحظه اشوف والله هيو بعت لي خلص. اوكي هي بعت لي يلا مين اللي مين مش مجدد وحابب يجدد هلا مع بعض عشان نمشي بالستبس سوا. انا دكتور يلا خليني ارجع اقول لكم شو لازم تعملوا. هي هو بعت لي الرقم، انا بس كنت بدي اتاكد هي كونفيرمد انه الرقم اللايسن مزبوط. يلا وانت فاتح على كويك بوكس تبعيتك روح على هيلب. اوكي من هيلب في عندك هون خيار اسمه مانج ماي لايسن، manage my license، بس تأشر عليها روح لي على آخر خيار اللي هو change my license number. تبعين معي؟ في حدا مش متبع معي؟ once إنك تفتح على change my license number okay دخل لي الرقم التالي اللي هو 8 3
واحد سبعة بعدين ثمانية أربعة واحد تسعة. أنا I need to stop recording عشان ناش إنه إحنا لحظة بالله خلاص مش مشكلة. بعدين واحد تلات تلات تسعة بعدين أربعة أربعة تلات. أوكي أنا ما رح أعمل next لأني ما بدي أخرب اللي عندي. برجع بأكد على الرقم هي واضح قدامكم 8317 8419 1339 443 واعمل next تقول لي شو بصير معك. شو صار معاكم؟ دكتورة طلب كود validation كود optional مكتوب جنبه صح؟ اه دكتورة عادي انا عملت يا ما تحط ما هو optional it's not mandatory خلص اعمله okay. عملت فنش وخلص كأنه كأنه جدد خلص جدد خلص اوكي تمام. في حدا عنده مشكلة لسه؟ شكرا دكتورة. دكتورة بدي اعمل ماك شير سكرين افرجيكي انا شو طلع لي. يعني انا طلع لي انه عندي 30 يوم والاكسباير 140 يوم ما بعرف انه ايش قصده. طيب انا I will stop my sharing. يلا share your screen now لحظة اعمل all the options. يلا share your screen. هيو you have 30 days after registering this product will expire in this is a student trial edition. طيب خلص you have 30 days ما في مشكلة. هلا يمكن بعد 30 يوم يرد يطلب منك نمبر ثاني رح أرد أعطيكم إياه. يعني هو أصلا كل شهر بيطلب license number جديد فأنا هلا رح أعطيكم أول واحد وكل نهاية كل شهر بعطيكم الثاني بس عشان ما ترجعوا تخربطوا. بس خلص هلا أنت جدد ل 30 يوم يعني أمورك تمام. تمام اوكي. ايه دكتورة انا نفس الشيء طالع لي مثلها بس مو 30 يوم 14 يوم. جددتي حطيتي اللايسن نمبر زي ما قلت لي؟ لا بجدده ولا استنى بعد 14 يوم؟ يعني حفظتي الستبس؟ انا يعني هي فاتحه قدامي بس بدي اكتب الرقم اكتبه خلص اجدد. اوكي انا يعني اذا بدك عشان ما تخسريش ال 14 يوم اوكي خلص خليها بعد بس يجي تخلص حطيها. مع اني انا ما اتوقع يعني انه بمشي هيك. يعني انا يعني اذا انت جددتي هلك خايفه يروح عليك ال 14 يوم اللي ضايلين؟ لا انا لسه ما جددت بس بدي اعرف اذا اكتب اللايسنس نمبر ولا لا يعني اجدد ولا لا. لا انت شكلك جديد مش مالكيش زمان منزلتي لانه كل الطلاب مش ضايل معهم الا يوم او يومين. فانت ما انه ضايل معك 14 يوم يا استني عبين ما بيكون ضايل يوم او يومين بعدين جددي على الطريقه اللي انا حكيتها هلا. اوكي خلص تمام اوكي. انا دكتوره اوكي دكتوره طلع لي بالضبط زي فاطمه انه يو هاف 30 دايز وخلص انه يعني بس شهر. خلص معناته جدد امورك. ايه كان يتجدد اتوقع. خلص تجدد. خلص تمام اهلا يا انه يسلم. توقع بعد اللايسنس نمبر خلص بتجدد لحاله؟ مش سامعه ايش زيد؟ بعد ما نكتب اللايسنس نمبر لحاله بتجدد ولا في شيء لازم نعمله؟ اعطاك نوت انه اتجدد؟ انت لازم لا ما اعطى شيء بس انه عملت فينش لحاله بتجدد لانه انا هلا طلعت ورجعت دخلت وطلع لي انه تجدد وضايل انه 30 بس بدي اتاكد انه كبس فينش. اذا ما كبس فينش مش راح يجدد لحاله. انت كبس حطيت اللايسنس نمبر وبعدين حطيت فينش. خلص اذا كبست فينش معناته جدد اوكي. ولما تفتح المره الجايه للتاكيد او حتى هلا لو فتحت راح يبطل يطلع لك النوت انه it will expire after 2 days او 3 days راح يرد يعطيك 30 يوم. اوكي ده حدا عنده مشكلة يا شباب؟ اوكي تمام اموركم؟ طيب اذا خلص تمام رح انهي الميتنج يعطيكم العافية.